بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوان الكرام، نحن اليوم في روسيا، تحديدا في جمهورية أنغوشيا وفي عاصمتها ماغاس. هذه البلاد حرمت لعقود من الزمن من نور الإسلام ونور القرآن. السنوات الأخيرة هناك جهد كبير ونهضة قرآنية كبيرة جدا في هذه البلاد، تعيد البلاد إلى مسار القرآن ومسار الإسلام. الحقيقة نحن الآن في مركز متقدم من مراكز تحفيظ القرآن الكريم. هذه المدينة والقرى والمدن المجاورة لها تعج بحلقات ومراكز التحفيظ، وكل مركز عندما يتخرج منه حافظ، هذا الحافظ الذي يكمل القرآن كاملا يأتي إلى هذا المركز المتقدم حتى يراجع القرآن ويثبت القرآن. نتعرف على مدير المركز. تعرف عليك شيخنا؟ أهلا وسهلا حضرتك، اسمي محمد ابن واخ. نعم. أنا من قرية بوليف مجاورة للعاصمة المغاس. نعم. شيخ محمد، لو تحدثنا عن ظروف نشر الإسلام ونشر القرآن قبل 100 سنة مثلا، يعني لماذا هذه البلاد تأخر فيها نشر الإسلام ونشر القرآن؟ والله قبل 100 سنة كما نسمع من أجدادنا ومن شيوخنا كانت ظروف صعبة جدا، وكانت الدروس العلمية الشرعية ما يتعلمونها في البيت سريا، خوفا طبعا من الحكومة أو من يعني هذه البلاد حقيقة مرت بحقب. المرحلة القيصرية كان الناس يجبرون على النصرانية، ثم جاءت المرحلة الشيوعية وحرمت جميع الأديان، وحتى دراسة الشريعة كانت سرا. وسمعنا من الإخوة هنا قصص أغرب من الخيال، يعني أعطيكم واحدة منها. لما كانوا يريدوا يعلموا أحد الأطفال القرآن كانوا يدعون أنه مجنون ولا يستطيع الاتيان المدرسة، ويبقونه في البيت حتى يتعلم القرآن. كثير من العلماء تعرضوا إلى مضايقات، تعرضوا إلى القتل، إلى التصفية الجسدية، ولكن الأمور الحمد لله انفرجت في العقود الأخيرة، وأصبحت مراكز تحفيظ متاحة، تدريس شريعة متاح، فتحت مساجد. المساجد هنا في أنغوشيا مساجد فخمة جدا وجميلة ونظيفة، من أفخم المساجد الموجودة حاليا ممكن نقول على مستوى العالم، رغم أن كثير منها ليس كبير في الحجم، إنما مساجد متوسطة الحجم أو صغيرة، لكنها فخمة جدا ونظيفة. شيخ محمد، ماذا تفعلون في هذا المركز؟ والله في هذا المركز نحن بعد خروجي من مدارس التحفيز نعمل فيها التكرار، تكرار الحفظ القرآن، ونعمل 10 ختمات. 10 ختمات؟ 10 ختمات. يعني كل طالب عندما يأتي إلى هنا، وكما ذكرت قبل قليل مراكز التحفيظ تخرج حفاظ، الحافظ الذي يحفظ القرآن كاملا يأتي إلى هذا المركز المتقدم للتثبيت. لأن الشيخ محمد يقول كل خاتم يختم عندهم مرة أخرى 10 ختمات. 10 ختمات. نعم. بعدما إن شاء الله بعدما يتخرج نعمل له الشهادة، وإن شاء الله من يريد أن يتقدم إلى الإجازة. إجازة. أيضا سألت الشيخ محمد قبل اللقاء عن أحوالهم في المدارس. هنا هناك عرف الطالب بعد مرحلة دراسية معينة يتوقف عن الدراسة الأكاديمية ويأتي إلى مدارس التحفيظ، يحفظ القرآن، يثبت القرآن، ثم يعود إلى المدارس. وشاهدنا هذه الطريقة في دول كثيرة، تغطياتنا كانت في أفريقيا وفي دول كثيرة في آسيا يفعلون نفس الشيء. حتى في أوروبا يتوقف عن الدراسة لسنة أو سنتين، يتقن القرآن ويعود مرة أخرى. طيب شيخ محمد، الجدول اليومي لهؤلاء؟ الجدول لهؤلاء كل واحد عنده الحزب أو الحزبين أو 3 أحزاب من المصحف لازم يقرأها أمام المدرس. الساعة كم يبدأ الدوام عندهم هنا؟ يبدأون من الساعة 9 غاية الساعة 5. وفترة الغداء؟ فترة الغداء من بعد صلاة الظهر أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. تجهزون له الغداء؟ تجهزون هنا الغداء إن شاء الله يكونون. طيب شيخ محمد، أنا مستغرب، لغتك العربية ممتازة، كيف تعلمت اللغة العربية؟ والله أنا درست في مصر. في مصر؟ قعدت فيها 10 سنين وتخرجت من الأزهر. نعم. كلية اللغة العربية. ما شاء الله عليك. الأعجب من هذا أني وجدت مجموعة كبيرة من الإخوة هنا
يجيدون العربية ويتقنون العربية وهم أصلاً لم يسافروا إلى الدول العربية. لم يسافروا إلى الغرب. بعض الإخوة هنا ها هنا بقوا في أنغوشيا عن طريق المراكز، مراكز تحفيظ ومراكز العلوم الشرعية، تعلموا اللغة العربية بإمكانياتهم الذاتية. بعضهم حتى لم يسافر. أنا التقيت هنا بعدد كبير من هؤلاء لم يسافر، اللغة العربية عندهم متقنة. طيب الآن إخوان الكرام نستمع إلى نماذج لهؤلاء الطلبة الحفاظ الذين أكملوا القرآن كاملا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لخدمة كتابه. جزاكم الله خير شيخ أحمد، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، نورتم البلد، نورتم شرفتم لنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.